بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أود أن أرحب بكم في هذا اللقاء السنوي الذي تحتفي فيه جائزة الملك فيصل بالإعلان عن أسماء الفائزين لهذا العام 2024. نحمد الله ونشكره على ما حققته جائزة الملك فيصل من حضور عالمي، وما تحظى به من اهتمام عظيم من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، الذي يشمل حفل الجائزة السنوي برعايته الكريمة. وتشرف الجائزة باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أيده الله، ومتابعته لجهود الفائزين بالجائزة والاستفادة منهم علميا واقتصاديا، وربطهم بمؤسسات المملكة المختلفة. شكرا جزيلا لتشريفكم هذا الحفل، وأدعو الدكتور عبد العزيز السبيل إلى تقديم بيان الأمانة العامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل حول نتائج أعمال لجان الاختيار لهذا العام 1445 هجرية 2024 ميلادية. بعون من الله وتوفيقه اجتمعت لجان الاختيار لجائزة الملك فيصل بفروعها الخمسة: خدمة الإسلام، الدراسات الإسلامية، اللغة العربية والأدب، الطب والعلوم، في سلسلة من الجلسات امتدت من يوم الاثنين 26 حتى 24 من شهر جماد الآخرة من عام 1445 هجرية، الموافق من 8 إلى 10 من شهر يناير عام 2024 ميلادية. وقد توصلت اللجان إلى القرارات التالية: أولاً، جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام. قررت لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام منح الجائزة لهذا العام 2024 بالاشتراك إلى جمعية مسلمي اليابان، وذلك لمبررات منها: عنايتها بشؤون المسلمين في اليابان ورعايتهم والدفاع عن مصالحهم، رعايتها للنشء المسلم تدريسا وتثقيفا، ابتعاثها لكثير من الطلاب إلى البلاد الإسلامية للدراسة والتحصيل العلمي، تقديم صورة صحيحة عن الإسلام من خلال الكتب والمطبوعات، تنسيقها لتأدية مناسك الحج والعمرة لمسلمي اليابان. و